بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل اكزامبل. الاكزامبل المرة دي هيبقى فيه معلومات كتيرة شوية، علشان ايه؟ يعني نختم بس الفكرة خلاص بتاعت الفايلز ببساطة كده، كفكرة بسيطة نعرف نشتغل عليها ان شاء الله. في معلومات كتير جدا جدا موجودة، فانكشنز بسيطة جدا سهلة لا تقدر تتعرف عليها وتتعامل معاها مع الفايلز دي. فانا هعمل ايه؟ هقول انتر فايل نيم او الباث، واخد الفايل وعايز اطلعك عنه معلومات وازاي تعمل ديليت بس للفايل، عشان يبقى كده عملنا كل العمليات الاساسيه في الفايلز، من قراءه ملف البيانات، من كتابه بيانات، من انشاء ملفات، من حذف ملفات، وبعد كده طبعا التكست بيجي لك تعمل عليه العمليه اللي انت ايه عايزها. على العموم قلت له انتر فايل نيم او الباث، واخدت الفايل نيم دوت عملت له ريد، والفايل نيم بقى معايا. فانا عايز اعمل ايه؟ اوريكم شويه بقى من شويه انفورميشن اباوت ذس فايل. فقلت له از دايركتوري، عايز اعرف هو ده فولدر ولا فايل عشان بس ابقى عارف. وهقول له از دايركتوري، وممكن طبعا انادي على فايل بتاع اللي هو جافا اي او وادي له فايل نيم، وبعديها انادي بقى على الايه، على الاوبشنز اللي موجوده او الفانكشنز اللي موجوده، او ممكن احط جوه فاريبل. انا معقول اعيدها عشان هستخدم معلومات كتيره، فهعمل لها فاريبل اسمه فايل على طول اسهل لي عشان بس ما نعيدش كتير. فهقول له هنادي على الفايل والفايل نيم ده، احطه جوه فاريبل عشان بس ايه اقصر الطريق شويه. هعمل الفاريبل ده اسميه فايل بس سمول اف يعني، والت انتر. وبعد كده هقول له از دايركتوري، هقول له بقى فايل دوت از دايركتوري. از دايركتوري دي فانكشن بتريترن ترو او فولس، لو كان هو فولدر بترجع لي ان هو فولدر ترو، لو كان هو فايل طبعا عندنا از هيدن واز فايل واز دايركتوري واز ابسولوت واز روتد لو على العزيمه الثانيه وهكذا. فقلت له فايل از دايركتوري، فالمفروض ده يرجع لي ايه؟ يرجع لي ترو لو كان فولدر، ويرجع لي فولس لو كان فايل. برضو في عندنا اللي هو مثلا is file، ويرجع لي true or false كان ده فايل ولا ما هوش ايه، ولا ما هوش فايل. في عندي برضو is hidden، طبعا في options في اي فايل انا ممكن اخفيه او ما يبقاش مخفي، فلو انا عايز اعرف هو مخفي ولا مش مخفي. ده غير طبعا عندنا function set على فكرة، يعني ممكن اقول له set hidden اخليه مخفي اخليه حاجة. وفي file dot name، وساعات عايز اعرف اسم الفايل لو انا كمان بعمل loop على items وعايز اجيب اسمه، بس اسمه لا، ممكن نيم وزاوت اكستنشن، ابقى اكون عايز الاسم من غير الامتداد دوت تي اكس دي دوت مش عارفين. بس كده لا، في كمان برضو ان انا اجيب الاكستنشن لوحده طبيعي بقى، فممكن اقول له هات الاكستنشن فيجيب لي الايه الاكستنشن بتاع الفايل. ممكن اقول له برضو من الاوبشنز اللي ممكن اجيبها فايل دوت باث، وده هيجيب لك المسار، او بيرنت، خلينا بيرنت. بيرنت هيجيب لك الفولدر اللي قبليه اللي هو مندرج تحتيه اللي هو البيرنت بتاعه. في فايل دوت ايه تاني عايز اجيب؟ ما في توتال باث مثلا، وفي فري سبيس، فاقول فري يعني فري سبيس، اقول توتال سبيس. هات الاجمالي بقى، الثاني طبعا بيجيبها بالايه، بالبايتس، فهتبقى طويله ورخمه شويه يعني في عرضها، يعني احنا في الغالب بنحب اللينث اللي هو بيبقى بالكيلو بايتس او كده يعني. هنجربها، بس المهم انا عندي كان رايت اقدر اكتب عليه ولا لا، كان اكزيكيوت اقدر انفذه ولا لا، كان ريد ولا لا. فعندنا ايه؟ كان ريد واكزكيوت ورايت، اللي هم اصلا الصلاحيات اللي بنديها على الملفات. فبرضه الفانكشنز ديت، دي فانكشنز خد بالك، بتريترن ليا ايه اذا كان دي اقدر ولا مش اقدر، اقدر اكتب ولا لا، اقدر انفذ ولا لا، اقدر كده لاخره. ايه تاني اخد بس كابي كده من بيرنت. في طبعا عنده باث لان كنا هنوقعها، دي برضه هتجيب لي مسار الفايل او الدايركتوري اللي موجود. ايه تاني من الفانكشنز؟ بس بنحاول نجيب حاجات كتيره ممكن تفيدنا في العمل مع الملفات. لينث احنا كنا قلناها برضو عشان عايزين نقول دي بقى بتدي المساحه بتاعتها السايز يبقى افضل. طبعا في لاست موديفايد، اخر تعديل تم عليها امتى كديت تايم يعني. في برضو عندنا ايه تاني من الحاجات اللي ممكن نستخدمها؟ طب لو كان فولدر ممكن اقدر اجيت كل الفايلز اللي جواه، فهقول له بس مثال اف ان الفايل دوت از دايركتوري، يعني لو كان فولدر فعلا كل اللي انا محتاجه اللي انا عايزه ان اقول له الفايل اللي احنا فيه اللي هو يعتبر بالنسبه لي فولدر دلوقتي. في عندي هوك هتمشي في الملفات اللي جوه، طبعا ممكن من باتم تو اب، وممكن من توب لداون لو انا عايز امشيهم بالترتيب يعني زي ما انا عايز. انا اقول له هوك وخلاص بالترتيب اللي هم موجود فيهم. دي هتريتريف ليا هوك، دي هترجع لي اري من الفايلز. اقول له فور اتش بقى مع كل فايل فيهم هتعمل لي ايه؟ هتبرنت لاين مثلا ات طبعا احنا عرفناها خلاص، ات دي هتطبع لي اول ايتم في الاري بتاعت الووك اللي هي بترجيب لي كل الفايلز اللي جوه الفولدر بقى، هتتمشى جوه الفولدر. لو انا عايز احذف الفولدر او الفايل بقول له فايل دوت ديليت خلاص، وفي ديليت اون اكزيت لما اخرج، وفي ريكيرسيفلي اللي هي لو في حاجات فايلز كتيره لو انا جوه فولدر وكلام زي كده كل الفايلز الداخليه.
فانا اقول له فايل دوت ديليت وهوقفها دلوقتي، ممكن اشغلها على حسب ما انا عايز عشان دي طبعا بعد البيانات دي هتطير لك الملف يعني. فخلينا اول فايل نطيره اللي هو كان فايل 1 ده ما كانش ليه لازمه بالنسبه لنا يعني. فاعمل كليك يمين كده واعمل له ران. احنا ممكن ناخد بس عشان نعدل بس اسماء عشان كله هيبقى از دايركتري. لا انا هخلي النيم 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 وزاوت اكستنشن اطبعها نيم وزاوت اكستنشن 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 وبيرنت بيرنت، بحيث ان ايه ان يعني الطباعه لما اكتب اسم الفايل او الباث بتاعه وادوس انتر يطلع لي التكست، يبقى انا فاهم يعني، يبقى انا فاهم التكست دوت دي كان اكزكيوت وقدامها النتيجه بتاعتها ايه، كان ريد والنتيجه بتاعتها ايه، الباث ونتيجته ايه الى اخره، عشان تبقى العمليه بالنسبه لنا ايه اوضح شويه في شكل الطباعه او في النتائج اللي هتطبع من الايه من البرنامج بتاعنا. طب خلاص تمام كده ظبطناهم. تعالى نعمل ايه، كليك يمين ورن. عشان كنت عامل رن قبل كده فقلت له ستوب ورن من اول جديد. قال لي ادخل الفايل بتاعك، في عندنا فايل 1.txt ده هتحذفه كده مش مشكله. تلاحظ ان هو طلع لي بقى بيانات بقى كتير، ماشي مش عايز اكبر كده مش مشكله. خلينا نشوف از دايركت، لا ده فايل مش هيدن، الفايل اسمه فايل 1.txt، الفايل اسمه فايل 1 بس، الاكستنشن بتاعه .txt، البيرنت ما عرفوش، توتال سبيس بالتفصيل بتقدر تقراه وتكتبه وتكتب عليه كل حاجه، فايل 1.txt واللينس 0 لانه ما كانش فيه اصلا اي قيمه، واللاست موديفايد طلع لي بالشكل دوت ليها قصه. طيب ده فايل 1 وحذفه في الاخر مفيش اي مشكله، حذفه في بسم الله الحمد لله الله اكبر دي موجود فيها تكست عشان يطلع لي بدل اللينس 0 والكلام ده كله. لو جيت عملت ران من جديد كنا عايزين بس ان ايه نوقف اللي هي الديليت بس مش مشكله. فايل 2.txt انا واقف الديليت الاول واعمل بقى ريبيلد تاني، يعني لازم اعمل كليك يمين واعمل له ايه رن عشان يبيلد الكود الجديد اللي هو بعد ما ده توقف فينفذ بعد ما ده توقف يعني. فاقول له فايل 2.txt دوست انتر طلع لي التكست اهو زي ما احنا شايفين، اللينس بقى 51 وادي الايه القيم بتاعتنا وان ده فايل مش فولدر والى اخره. طيب لو كان فولدر بقى عشان يشوف اللي هي الفايل الووك دي، عايزين نشوف الووك، فنعمل رن كده نقول جديد بتاع نديله مثلا المسار بتاع فولدر على السي مثلا عادل ورك مثلا وادوس انتر، ماشي كفايه كده فولدر. لا احنا غلطانين لان ده فولدر هتلاقي فيه قصص كتيره، فممكن ايه طبعا السكرول هيموت مننا، ممكن نستوب ستوب بقى عشان ده مش هيخلص فنستوب. المهم ايه كده طبع لي ايه الري اوف فايلز زي ما احنا شايفين بسبب الايه البرنت لاين ات ديت.